الاختيار هو طرف يعني نسبه تقريب 1.2% من التقاطعات تاع السكر الطريق في الشركه الحديديه تاعنا في تونس، اللي الشركه الحديديه تاعنا طولها 2200 كيلومتر كامل البلاد، وعندنا 1125 تقاطع سكر طريق، يعني تقريبا كل معدل كل 2 كيلومتر ثم تقاطع، وهذا معناها قطاع كبيره في الشركه الحديديه. المده الاخيره ضر وكانه تكاثرت الحوادث على التقاطعات ما بين السكه والطريق، لكن اذا قارن الاحصائيات تاع 7 أشهر الاولى لسنه 2011 سجلنا 52 حادث على كامل الشبكه، 52 حادث في التقاطعات ما بين السكه ما بين القطار والعربيه. في نفس الفترة 17 أولى سنة 2010 كان العدد 60 حادث، وفي 2009 في نفس الفترة 17 أولى كان 69 حادث. نعم الحادثة هذه عندها انعكاسات كبيرة من ناحية الخسائر البشرية اللي تسبب فيها السفر، وكذلك على السكة وجذب على العربية كذلك، وخاصة على السكة أيضا أنه تعطيل حركة القطارات الواقف قرارات الخدمات تدهور بتأخرات يقع من القطارات بالنسبة لستة أشهر الأولى تاع سنة 2011 انخفضت مداخيل الشركة 40%، 40% إذا نقسموا نلقاهم 63% انخفاض على مستوى نقل الفوسفات، 41% انخفاض على مستوى نقل البضائع اللي هي قطاعات هامة بالنسبة للسكة، 34% على مستوى نقل الخطوط البعيدة، 20% على مستوى نقل الأحواز، نحكي على المداخيل، أخذت أحواز الساهم ونحافظ على المستوى. بالنسبة للفوسفات 63% انخفاض، بالنسبة للبضائع 41% نقص. بالنسبة هذه 6 أشهر 2011 مقابل 6 أشهر 2010، بالنسبة للخطوط البعيدة 34% نقص، بالنسبة للخطوط الأحواز